تحقيق المناعة الجماعية يستدعي تلقيح 20 مليون شخص، هو ما كشف عنه البروفيسور سنهاجي، مؤكداً على أن تسريع من وتيرة التلقيح هو ما سيضمن التخفيض من نسب الإصابة والوفيات بكوفيد 19. في الجزائر باش نلحقوا المناعة الجماعية لازمنا نلقحوا 20 مليون 20 مليون. إذا من الأكتوبر ما كاش ما عندناش 20 مليون، ما عندناش 40 مليون دو دوز، باسكو 20 مليون دو بيرسون il le faut 40 مليون دو دوز. لازم اللجوء إلى الأولوية في تلقيح المواطنين اللي عندهم أمراض وأعراض نسبق فيهم باش ما يروحوش يعملوا اكتظاظ في المستشفيات. أجمع المختصون على أن الموجة الثالثة التي تعيشها الجزائر هي موجة ثابتة على عكس سابقاتها، أين ارتفع عدد الإصابات إلى أقصى نسبة، غير أن عدد الأسرة بالمستشفيات غير كاف لاستيعاب عدد المرضى المتوافدين. الموجة هذه ما حسينا لهاش بزاف، ومن بعد حسينا لها في الأيام الأخيرة، الناس بدأت تشوف باللي مشاكل تاع الأسرة، صح ما كاش ما راهم مخصوصين الأسرة تاع الإنعاش، راهم مخصوصين ما تنساوش باللي ما عندناش عدد كبير، عندنا العدد قليل بزاف تاع الأسرة تاع الإنعاش. الاجتماع اللي دارته الوزارة البارح ومعطوا تعليمات المدراء تاع المؤسسات الاستشفائية، هذا إن شاء الله يبشر بالخير. وسط النسبة الضئيلة لعدد المستفيدين من التلقيح في الجزائر مقارنة مع عدد السكان، يفرض احترام الإجراءات الصحية نفسه لتفادي الإصابة من جهة والتقليل من انتشار المرض من جهة ثانية، خاصة مع قدوم فصل الصيف أين تكثر المناسبات والتجمعات العائلية.